طيب يا عم رامي، انا دلوقتي عايز احط حاجاتي في مكان محدد، يبقى ده الفولدر بتاعي اللي انا هستخدمه وانا شغال على اللهم صل على سيدنا محمد، وانا شغال على الاندرويد او على انا شغال على التطبيق، بحيث ان انا ايه ما توهش. تمام، بصوا ده ابلكيشن، ده فولدر انا عامله. تمام، لما تيجي تبصوا كده انا عامل ايه هنا. دي حاجة أنا كده كده كنت هعملها قريب، لسه متعلمها امبارح وأنا بعمل مونتاج لفيديو فات. أول فولدر هنشئه، هعمل فولدر كده تمام، وهعمل نيو فولدر هسميه الـ AI، ده الـ Illustrator، وهعمل فولدر تاني هسميه الـ Assets، طبعا ده فولدر اسمه الفونت، ودي حاجة اسمها الـ Keystore هتفهموها بعدين. ده البروجكت انت عايز تخليه هنا، عايز تخليه مش عايز تخليه، خلاص ده السكتش، وده الصن نيلز اللي هي هتبقى موجودة، واي صور تانية واي ماتيريالز تانية، وانت ممكن تعمل لها ملف اسمه بيكتشرز. تمام، ده هيبقى اسيتس موجود جوه التطبيق هتستخدمه حاجتك في التطبيق، وده فونت هتستخدمه جوه ملف الفونت. تمام، ودي الصورة احنا محتاجينها. قبل ما تحط حاجاتك هنا، انا عايزك تاخد كوبي من ده كده وتعمله ايه، باست. حلو الكلام، بمعنى ايه الكلام ده؟ هتسميه مثلا ده default files of new and Android project. تمام، بعد كده هتروح واخده كوبي وتروح حاطه هنا وتكتب مثلا اهو، مثلا ده هنكتب تطبيق دورة برمجة من الصفر. مهم الكلام، يعني ما تاخدوش بالكم من الكتابة غلط. حلو الكلام، يبقى ده التطبيق اللي انت بتاعك هتحطه دايما معاك قدامك، ده كده هيبقى موجود عندك لأي مشروع جديد هتخترعه او هتعمله هيبقى موجود عندك. تمام، مش عايزين الصورة دي، هيبقى موجود عندك. حطينا احنا هنا الاسيتس، حطينا هنا الفونتس اللي هنستخدمها و طيب تروح على المكان اللي بيبقى اندرويد ستوديو بتاعك محفوظ فيه البروجكت وتفتحه. التطبيق بتاعنا اسمه تيستو. تمام، هيبقى عندك هنا ده الملفات الموجودة. انا عايزك تدخل على تطبيق الاب، بعد كده تدخل على تطبيق السورس، بعد كده تدخل على المين، بعد كده الريسورس. حلو الكلام، وتفتح الريسورس كده تخليه موجود جنبك. تمام، ليه بقول لك الكلام ده؟ اي حاجة انت هتحتاجها في برنامج الاندرويد ستوديو وانت بتبرمج، هتحتاج صورة، هتحتاج خط، هتحتاج لون، هتحتاج أي حاجة، بيبقى موجود في ملف اسمه الريسورس اللي أنا لسه وأنت فاتحينه دلوقتي حالا. أول ملف فيه بيبقى اسمه دروبل، ده بيبقى فيه أي صورة هتستخدمها في البرنامج، سواء صيغتها بي إن جي أو اس في جي، أو حتى أنت عاملها كرييت كلي أوت اكس ام ال. طيب اللي اوت بتاعك ده، دي اللي اوتات اللي انت هتعملها، كل اكتيفيتي بتاعك له لي اوت، يعني هتشوف الكلام ده كمان شويه لما تلاقي الكلام ده اتكرر. عندك الميني ماب دي سيبوها منه، سيبوكوا منها دلوقتي لان ديت معقده شويه، وانا مش عايزك تخش في اي حاجه معقده وانت لسه بتحط رجلك على بدايه السلم. يعني عندك ملف الفاليوز ده، انت برضه هتحتاجه جوه الابليكيشن وانت شغال. تمام، طيب انا ليه بعرفكم ملف الريسورس ده؟ اقول لكم ليه. انا دلوقتي عايز احط الصور بتاعتي اللي انا جبتها دي مثلا، احطها في التطبيق ده. فانت عشان تحط التطبيق ده ممكن تاخد في كذا طريقه، يعني انت ممكن تاخد الصوره دي كوبي وتيجي هنا تروح عامل كليك يمين وبسط، وبعد كده ايه اوكي مفيش مشاكل، هتلاقي موجوده وتقدر تستخدمها. هقول لكم تستخدمها ازاي لما يجي وقتها. وممكن الملف بتاع المشروع نفسه اللي هو الريسورس، تروح انت واخد الصوره مثلا حطيتها مثلا، يعني احنا عايزين نجرب، هنروح مغيرين مثلا اسم الصورة دي، هنخليه تو اي تو جوب تو، وهننقله هنا كده وتروح حاطه. تيجي تبص هنا هتلاقي مفيش حاجة. طب عايزين نزهرها ازاي؟ كليك يمين، سيكرونايز سيلكتد فايل، هتعمل له سيكرونايز هتلاقي ظهر لك. تمام، دلوقتي عايزين نحط فونت. الفونت هتروح عامل كليك يمين تقول له نيو فولدر فونت ريسورس فولدر. لو عايز تشوف اللوكيشن بتاعه هتلاقيه موجود جوه الملف بتاع الابلكيشن بنفس الصيغه دي. تمام، هتقول له فينيش، هيروح عامل لك هنا فايل اسمه الفونتس
بعد ما يخلص بيلد نفسه هتلاقي كل حاجة ظهرت، ملف اسمه فونز، هتيجي عندك في في الديفولت بتاعك او الملف بتاعك دلوقتي اللي انت بتتحرك بيه بسهولة. احنا ما حطيناش هنا الفونز، احنا حاطين الفونز هنا. طبعا انت هتظبط بقى الكلام ده كوبي، وتيجي هنا كليك يمين باست اوكي، ناو يو هاف ذا فونز ان ذا فولدر. اوكي،